أغلى معنا وعلى خاطر في الحياة فهم نمنو بالعلم وبأصحاب الاختصاص. هذاك علاش نحطوا على ذمتكم سويعتين كاملين يهتموا بصحتنا. في السويعة الأولى عنا آخر أخبار التظاهرات الصحية، آخر الدراسات العلمية والأمور القانونية، وفي الساعة الثانية نحط على ذمتكم طبيب الاختصاص باش تسألوه ديريكتمون على وضعياتكم بجميع الاستشارات الطبية، تسألوه وتستفسروا معاه وضعياتكم الصحية. مالا تابعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 10:30 نهار على الحياة فام في سانتي 5.0. صحتك بالدنيا. رجل حياة فم إذاعة القاهرة، وين صحة. أهلا وسهلا بكل ما التحق بنا في الاستماع على البوند فم 93 وما يوصلكم صوتنا. نذكركم إذاعة القاهرة وين صحة في التوقيت هذا كيف العادة الموعد يتجدد معكم في سانتي 5.0، وعلى خاطر صحتكم عزيزة وتهمنا الناس الكل نحاول نمدوكم بآخر الأخبار والمستجدات على الصحة الوطنية والعالمية في خصوص الصحة نتاعكم، سينو أهم المعلومات والدراسات اللي تنجم تفيدكم في هذا المجال. إذاك علاش توتفيت نمشي معكم للسماع. سومير. في السومير اليوم باش يكون عندنا متابعة للوضع الوبائي في تونس فيما يخص كوفيد 19. برشا مستجدات بسبب ارتفاع عدد الإصابات بكورونا. وزارة الصحة باش تدعو لارتداء الكمامات في الفضاءات المغلقة. كيف تأكد تسجيل ارتفاع في عدد الإصابات بكورونا خاصة عند الأشخاص اللي ما استكملوش التلقيح نتاعهم. نمشي بكم الولاية سيدي بوزيد ونحكي لكم على تطعيم 121298 شخص، ونحاول نعطيكم بعض الأرقام في المجال هذا وفيما يخص ولاية سيدي بوزيد. بيجا والوضع الوبائي في بيجا، فرض إجبارية ارتداء الكمامة بسبب تطور الوضع الوبائي. كنا حكينا لكم على بؤر في ولاية بيجا، تقريبا 4 مناطق شهدت نسب كبيرة من التحاليل الإيجابية بالنسبة لكوفيد 19. وزير الصحة يصرح تونس تعمل على استيفاء المعايير الضرورية لتصدير اللقاحات، ونحاول إن شاء الله في شي فرصتين نعطيكم بعض الأرقام في خصوص نسبة التحاليل الإيجابية اللي شهدت قفزة نوعية، سينو عدد الأشخاص اللي استكملوا التلقيح. وبيان سور في ألو دكتور باش تكون حاضرة معنا أخصائية التغذية مريم توكيبي باش نحكيو معاها على أهمية ترتيب الجسم وأهمية شرب الماء خاصة في ظل درجة الحرارة المرتفعة اللي قاعدين نشهدوا فيها، كيفاش نجمو نحافظوا على الجسم متاعنا من الجفاف في درجة الحرارة مرتفعة هذه. تليفوناتكم على 70-35-120 وإلا 77-288-289. إذا كان عندكم تدخل فيما يخص المجال الصحي متاعكم، زي ما ننسيوش مش نحكي لكم على اليوم العالمي للتبرع بالدم الأهمية متاعه، وفما تظاهرة أكيد منظمتها مصحة حمد العويني مش نحكي لكم عليها بعد بشوية، مشجع الناس مش تمشي تتبرع بالدم. هذا شنو عنا لليوم في سنتي 5.0 من توا حتى النص نهار. نقول لكم ما تبدلوش الموجة. نرحب بنوف الشرطاني في الإخراج التقني، الحصة محمد سيف الدين بولعريس اللي مأمن لكم كوتي ديجيتال، مريم منصوري كوتي ميكرو. تقولكم ما تبدلوش الموجة. شوية آخر شي يكون موعدنا مع أخصائية التغذية مريم توكيبري، نحكيو معها على أهمية ترتيب الجسم وأهمية شرب الماء في درجات الحرارة المرتفعة.